دموع تعكس حال الكثير من الأسر التي دفعتها انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية دريهمي إلى النزوح مخلفة وراءها متاعها وكل شيء قد يساهم في التخفيف من حر الصيف والأمان من الخوف لمن استطاع الإفلات من قبضة الميليشيات. تركنا أثاث على ربنا هنا، أنا أثاث لا فراش ولا دبب حق ماي ولا أي حاجة ولا ثياب ولا يعني خرجنا من الخوف من دايما كان يضربنا بمصاص بصارخ وقضايا. خرجنا ما حنعرف وين ما حد من الدنيا إنها في خوف ودي بدينا من نبيت أشد الزنا ولا حاجة ولا بدينا مفقوين. يتهامس الأطفال فيما بينهم عن المغامرة التي عاشوها في طريق النزوح، غير مدركين الظروف الصعبة التي سيواجهونها جراء نفاد النقود في أجرة الحافلة التي أقلتهم إلى المجهول. احنا من أبناء مديرية الدريهمي نزحنا من المديرية وتعبنا في الطريق وقطعنا مسافة قوية ما مش زي أول يمكن 5 ساعات. خرجنا من المديرية بالسيارات، السيارة ما تكلف المواطن أكثر من 50,000 ريال، والناس ما معهاش ولا حاجة هنا، اللي معاك تركب سيارة اللي ما هنو أكثرتهم مديون حق المواطنات. أوضاع معيشية صعبة يعيشها هؤلاء النازحون مفتقرين إلى أبسط الخدمات الأساسية في مقابل غياب المساعدات الإنسانية ويد العون من المنظمات العاملة في مجال الإغاثة. لا مؤسسات خيرية، لا ما اسمه، لا مؤسسات خيرية، لا منظمات ولا حاجة، ولا أحد مهتم بالمواطنين في من المديرية حق الدريهم. طاعنة في السن لم يشفع لها كبر سنها عند الميليشيات بأن تبقى في منزلها، وأجبرت على النزوح مع بقية من رحلوا عن الديار. طيب أنا مكسرة من البيت، نقدر أقوم ولا أتكسر، تيدو وتايدة، ولا لي أي الله، خلاص رجالة ولا حد. أليس من حق هؤلاء الأطفال أن ينعموا بطفولة آمنة ومستقرة وفي بلد يسوده السلام بعيدا عن تبعات النزوح وصراخهم الأنكى والأكثر إيلام؟